شيء قدير. سبحانك سبحانك، من وعدتنا بالمعونة، إن قدمنا العبادة وإن أخلصنا لك الطاعة. سبحانك سبحانك، يا من خلقتنا واختبرتنا بأداء منهجك واتباع رسلك. إن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، والعبادة مفهومها شامل، صلاة، معاملات، أخلاقيات، أذواق، سلوكيات، كل حياتك عندما تكون على طاعة الله فأنت في عبادة، وليست مجرد الصلاة فقط. الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، العبادة التي تقيم بها العدل بين الناس، العبادة التي يظهر بها خلقك وسلوكك في ذوقك وأدبك في التعامل مع عباد الله. تلك هي العبادة المطلوبة، العبادة الشاملة بمفهومها الشامل، وليست العبادة المنقوصة بالمظهر والشكل دون الجوهر والفعل. ربنا سبحانه وتعالى انظر إلى الجزاء. طب إذا عملت، وإذا جدعت وخليت همي كله إن أنا أحقق العبادة لله سبحانه وتعالى في كل حياتي، طالع نازل، رايح بايع شاري، زواج، أبناء، معاملات مالية، استمع، هو الذي تبتغيه في الدنيا وترجوه في كل سعيك من أجل الحياة. فقال ربنا عز وجل: ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. ومن منا لا يريد إلا أن يسد الله فقرنا وأن يملأ صدورنا غنى. اللهم سد فقرنا واملأ صدورنا غنى، وفقنا لعبادتك حق عبادتك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. ثم قال ربنا في حديث القدسي: وإلا تفعل يا ابن آدم ملأت يديك شغلا. هجيب لك شغل كتير، يمين وشمال وشرق وغرب وبره وجوه، ها، وفلوس تحت يديك كتير، ياما ما تعبتش. وبعدين ما دام مفيش عبادة ومفيش طاعة ومفيش حلال وحرام، مفيش مرضات الله عز وجل، ماذا تكون النتيجة؟ شغل وجارك على الدنيا وأموال ورص وعيب. نقول الآخر: وإلا تفعل ملأت يديك ولم أسد فقرك. ده إنك طول عمرك محتاج، ده إنك طول عمرك لايس، حتى لو كنت أغنى الأغنياء، خايف على الدنيا وخايف على المال وخايف على الثروة وخايف من الفقر. لماذا هذا الرعب؟ لأنه لم يرعب. اللهم أغننا بحلالك عن حرام، وثبتنا على دينك يا رب العالمين حتى نلقاك وأنت راض عنا يا أكرم الأكرمين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، خيرته من خلقه وصفيه من رسله. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نبي كريم نزل عليه قول الله تعالى اول ما نزل: اقرا، فقرا واقرا الدنيا، وعلم الصحابه، وعلم الصحابه رضي الله تعالى عنهم 60 سنه، 80 سنه، 40 سنه، 50 سنه، كبارا عتاولة الجاهلية، كبار القوم، كلهم لما سمعوا اقرأ، وكانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون ولكن يحفظون باللغة. علموا جميعا، لم يبق منهم شيخ ولا مسن ولا مريض ولا كبير ولا ذكر ولا أنثى، لم يبق منهم أحد إلا تعلم وقرأ وكتب وتعلم كتاب الله وسنة رسوله حتى صاروا أساتذة الدنيا.
فقرأوا كل علوم الكون مستخدمينها في طاعة الله عز وجل، فصاروا أساتذة الدنيا ونشروا العلم والعمل بالإسلام في العالم، فأعجب الناس بسمتهم وأخلاقهم وعدلهم وأدبهم، بهم يدخلون في الإسلام. فلم يبق بعد 25 سنة بعد مضي ربع قرن من نزول الآية اقرأ، لم يبق موقع قدم على وجه الأرض في قارات الدنيا نزل فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دخلوا بلدا إلا ودخلوا في الإسلام. أيها المسلم، عندما تكون لله تكون سفيرا للإسلام حيثما كنت، ودليل